افتكر، هل وحوش الغابة بتخاف من أي حيوان؟ طب ايه رأيك بقى لو قلتلك ان الأسود والنمور وكل الحيوانات المفترسة بتخاف من حيوان واحد؟ الحيوان دوت اسمه غرير العسل أو بلطج الغابة، ما بيهموش أي حيوان مفترس مهما كانت قوته، بيهاجم الأسود والنمور والضباع وبيتغلب عليها كمان لأن جلده قوي جدا واختراقه بيبقى شبه مستحيل، ولما يكون جعان مزاج عنده بقى ان هو يهاجم الحيوانات المتوحشة، لا وكمان بياخد منهم الفريسة بتاعتهم، ده حتى تعابين الكوبرا السامة ما بتعديش من تحت ايده وسمهم ما بيأثرش فيه، ده حتى الجرعات العالية من السم اللي ممكن تقتل الأسود أقصى حاجة بتعملها فيه هي بتخليه يغمى عليه ساعة بالكتير. الرصاص والرماح ما بتخترقش جلده أصلا، وتسمى غرير العسل لأن العسل هو أكلته المفضلة، وبيقدر كمان يهاجم خلايا النحل وياخد منهم العسل وياكله، وكل القرصات بتاعة النحل ساعتها ما بتأثرش فيه. بيعيش في أفريقيا وشمال إيران وكمان آسيا. الحيوان دوت ما فيش حاجة ما بيأكلهاش، وممكن كمان يهاجم البشر عادي.